قال الزمخشري: وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أحد منهن مثل ما لله عليهن من نعمة. هذه الندوة التي ستثري أو ستثري اليوم بما ما قدمن هؤلاء النجيمات الساطعات في عالم الإسلامي على مر العصور. كنا ولله الحمد عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي حياته، وأيضا كنا مثالا وقدوة لفتيات ونساء المسلمين في العالم الإسلامي. نأمل إن شاء الله أن تكون هذه المبادرة ليست الوحيدة، ولكنها مبادرات تنشأ عنها مبادرات أخرى لنقيم الندوات والمؤتمرات عن أمهات المسلمين اللائي حقيقة نشرف بأن نكون أبناء لهن وبنات لهن. هذه الندوة لإبراز الأدوار التي تقوم بها النساء بشكل عام في المجتمعات، ولكن في أيضا في الهدي النبوي الشريف من خلال أمهات المؤمنين، وهذه العلاقة وهذه القرابة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كنا أمهات، وهن أمهات للمؤمنين، ولهن أدوار كبيرة لعبناها أثناء حياة النبي وبعده. فمثلا مولاتنا عائشة كانت هي المفتي الأعظم، وكان يلجأ إليها المسلمون في كثير من القضايا، وكانت تفتيهم، ولهذا خصصنا لها محورا بهذا الشأن. أيضا خديجة الصديقة وخديجة أم المؤمنين التي كان منها نسل رسول الله من خلال مولاتنا فاطمة الزهراء وآل البيت الحسن والحسين، وأيضا السيدة حفصة التي آل إليها ما جمع في عهد والدها سيدنا عمر بن الخطاب من صحف لجمع القرآن الكريم. طبعا لي الشرف أن أشارك في هذه الندوة حول أمهات المؤمنين في هذا الشهر بالذات، وفي العشر الأواخر من رمضان، وحول أمهات المؤمنين النساء اللواتي يعتبرن منارة لنا إن على مستوى نصرة الرسول عليه السلام ومؤازرته ودعمه وتثبيت فؤاده وإنفاق على الدعوة، وهي السيدة خديجة التي تعتبر منارة لكل امرأة مسلمة، فهي أول من آمن بالرسول عليه السلام وقد حازت قصب السبق في ذلك، وهي أول من صلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أول من صدقه، وهي أول من آزره وناصره، وهي أيضا أول من أنفق على الدعوة، فنالت هذا الشرف، شرف السبق في الإيمان، في التصديق، في المؤازرة، في المساندة، في الدعم وفي الدعوة. أيضا إذا تحدثنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها فنحن نتحدث عن الفقه، عن الحديث، عن العلم. إذا تحدثنا عن السيدة أم سلمة نحن نتحدث عن الحكمة، عن رجاحة العقل. إذا تحدثنا عن السيدة زينب بنت جحش فنحن نتحدث عن الصدقة وعن الإنفاق. فالحمد لله كل واحدة قد نالت شرف عشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.